أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. يوجد في الإسلام شعر بلا شك، ويقول الرسول عليه السلام في بعضه إن من الشعر لحكمة، أما أن نتغنى بأشعار ونسميها أناشيد وأناشيد دينية فهذا شيء لا يعرفه سلفنا الصالح إطلاقا، وهذا في الواقع له علاقة بمبدأ كنا تحدثنا عنه قريبا في بعض جلساتنا هنا، وهو يتلخص باعتقاد بما يدندن حوله العلماء في مثل هذه المناسبة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لم يكن من عادة السلف أن ينشدوا أناشيد ويسموها دينية.